واحنا زي ما عرفنا الصفقتين الجداد للنادي الاهلي، ما احنا لازم برضو نعرف ارقام الصفقتين واحصائيات الصفقتين ومميزات وعيوب الصفقتين اللي جايين اللي النادي الاهلي، لازم نعرف كل حاجة عن صفقتين. وانا جاي النهاردة عشان اعرفك يا برنس كل حاجة على صفقتين النادي الاهلي. اول واحدة هو تاو والتاني لويس ميكسيوني، جايب لك كل ده ارقامه وكل ده ارقامه باحصائياته بكل حاجاتهم بسلطات ببابا غنوباتهم يا برنس. يعني حلقة النهاردة ما تنساش ان فيها شوية ارقام وشوية احصائيات ومميزات وعيوب، تحس ان هي حصة عربي على ايه حساب. ولكن ما تنساش انك تصلي على سيدنا محمد، ولو انت اول مره تشوفنا تنزل تشترك في القناه وتفعل زر الجرس يا برنس، وما تنساش تعمل لايك بتاعك. انت ما بتعملش اللايك بتاعك وعارفك وعجيبك، اعمل اللايك دلوقتي. ويلا بينا يا برنس نمسك اول صفقه معانا اللي هنتكلم عليها، هي صفقه تاو اللي جاي يا برنس من برايتون الانجليزي يا برنس. يعني لعيب جاي من اوروبا ومكسر الدنيا هناك، جايب لك ارقامه. بيتس تاو ده ولا بريتس تاو دوت، المهم تاو ده عنده 27 سنه. المهم تاو ده عنده 27 سنه. الجنسيه بتاعته جنوب افريقي، يعني زي عمك موسيماني. الطول بتاعه 175 سنتي، لعيب برضه قصير شويه. بيلعب في انهي مراكز؟ بيلعب في جناح يمين وجناح شمال، وبيلعب مهاجم، يعني هيفيد النادي الاهلي في كل الحالات. يعني يلعب مكان حسين، يلعب مكان طاهر، يلعب مكان محمد شيك، لعيب مهم، لعيب بيلعب في كل حته. اللعيب ده يا برنس ارقامه مع سان داونز قبل ما يحترف في اوروبا، لعب مع سان داونز 100 مباراه يا برنس، سجل في ال 100 مباراه دول كام هدف بقى يا عم جيمي؟ 25 هدف، كويس جدا. صنع كام هدف؟ 28 هدف. يعني اللعيب بيجيب اهداف، لعيب بيصنع اهداف، لعيب عنده الامكانيات ان هو يسجل اهداف بكل الطريقه. ايه المميزات وايه العيوب بتاعت اللعيب دوت يا عم جيمي؟ انا اقولها لك دلوقتي. المميزات دوت يا برنس بتاعت اللعيب تاو ده، لعيب سريع، لعيب واحد على واحد بيقدر يعدي، لعيب واحد على واحد بيقدر يعدي، لعيب بيلعب برجله الشمال، والاهلي محتاج اللعيب اللي بيلعب برجله الشمال، لعيب بيعرف يجيب فاولات، لعيب شويت، لعيب مهاري جدا جدا جدا، لعيب لو بصيت عليه وعلى فيديوهاته يا برنس، لعيب بيخلق لنفسه المساحات، لعيب بيحب المساحات جدا، بص بيعيش حاجه مساحات، وبيليق على خطه لعب موسيماني اللي هي على الهجمات المرتده، على المساحات، على السرعات. هو كده، هو بص تحس ان هو ايه جاي تربيت موسيماني، يعني هو لعيب تحس ان هو ايه تربيت موسيماني. ولعيب بيمتلك القوة السرعة، يعني هو عنده قوة السرعة، يعني هو سريع قوي 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 قوي، يعني هو لعيب سريع جدا جدا، ولعيب يا برنس كويس جدا. ايه بقى عيوبه؟ عيوب اللعيب دوت يا برنس القوة الجسمانية، يعني القوة الجسمانية، يعني هو مش قوي جسمانيا، يعني هو قصير ورفيع، يعني لازم الاهلي يشتغل معاه على العامل الجسماني اللي هو يظبط جسمه شوية. ارقام عم تاو ده في اوروبا يا برنس، لعب هناك في اوروبا 30 مباراة مع برايتون، بقى لعب 4 مباريات، ومع في الدوري البلجيكي كام مباريات كده، ولكن في اوروبا. يعني انا جمعت لك ايه كل ارقامه في اوروبا كلها، يعني فاهم، بسلطات بابا غنباتهم في اوروبا، عشان هو ايه فضل يلعب في بلجيكا شوية، في انجلترا شوية، في كل الكلام ده. في اوروبا يا برنس لعب 30 مباراة، سجل فيهم 4 اهداف، وصنع فيهم 8 اهداف، ولعب في دوري ابطال اوروبا 6 مباريات، وصنع في دوري ابطال اوروبا هدفين يا برنس، ولعب امام مانشستر يونايتد رايح جاي في الدوري الاوروبي، ولعب امام ريال مدريد في المباراه اللي لو تفتكر معايا في 2019 اللي كان مع الفريق الالماني دوت البلجيكي كوب روج ده، لعب هناك يا برنس امام ريال مدريد في رايح جاي، وكان عامل يعني خطوره جدا جدا على فريق ريال مدريد. والكلام اللي انا قلته لك ان هو لعيب بيحب المساحات، لو رجعت او افتكرت معايا ماتش ريال مدريد ده، كان هو عامل مساحات كبيره جدا لفاران وسيرخو راموس يا برنس، وهو لعيب هيفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا. والنادي الاهلي محتاج اللعيب اللي من النوعيه ديت، اللعيب اللي هو عنده سرعات، اللعيب اللي هو واحد على واحد بيقدر يعدي، لعيب بيلعب برجله الشمال، لعيب كويس جدا جدا وهيفيد النادي الاهلي. مين اللعيب الثاني واحصائيات اللعيب الثاني اللي هقولها لك يا برنس دلوقتي؟ هو لعيب ميك سويني، ولكن ناخد فاصل ونجيب لك ارقامه ونجي لك تاني.
وبعد ما خدنا الفاصل يا برنس رجعنا لك عشان نتكلم على مكسويني، اللعيب اللي كان برضو مع موسيماني. المكسويني لاعب سيمبا التنزاني، مكسويني طوله 170 سنتي، مكسويني لعيب كويس جدا، مكسويني عنده 26 سنة، مكسويني بيلعب في الجناح اليمين، ومكسويني بيلعب صانع العاب، يعني بيقدر يلعب مكان افشا برنس، وممكن يفيد النادي الاهلي في الناحية ديت يا برنس، اللي هو يقدر يلعب مكان افشا. مكسويني لعيب كويس جدا جدا جدا. لعيب بقى احنا زي ما اتكلمنا على تاو ان هو عنده حتة اللياقة القوة الجسمانية دي ضعيفة شوية، ولكن مكسويني ده قصير ولكن قوة جسمانه قوية جدا، لعيب شويق جدا جدا جدا، رجله تقيلة جدا جدا. يلا بينا نتكلم على أرقام مكسويني في دوري أبطال أفريقيا، يعني أرقام مكسويني ديت اللي معايا دي بتاع دوري أبطال أفريقيا بس. مكسويني في دوري أبطال أفريقيا لعب 9 مباريات، مكسويني في 9 مباريات دولت سجل 3 أهداف، صنع 3 أهداف، اي الفرص اللي هو صنعها يا برنس، في فرص كده ايه اللي هو مثلا تبقى خطيره، صنع 13 فرصه خطيره يا برنس. مكسويني يا برنس محاولاته على المرمى 20 محاوله، يعني المحاولات اللي هو بيقدر يشوط ويتحرك من هنا لهنا، محاولاته بقى على المرمى بالفعل 3 محاولات يا برنس. مكسويني المراوغات بتاعته اللي هو بيعدي وبيمرس والشغل الجامد ده، عدى يا برنس في مراوغات 33 مراوغه. مكسويني لعيب شويت جدا، لعيب شويت شويت شويت. لو تفتكر معايا جون سيمبا التنزاني اللي جابه في الاهلي، هو مكسويني لما شاطها من بره ال 18 وجت في محمد الشناوي، يعني انت بتتكلم على لعيب شويت جدا جدا، لعيب هيفيد النادي الاهلي، ولعيب عنده يعني رجله تقيله، رجله الشمال واليمين تقيله جدا جدا، ولعيب بيخلق لنفسه مساحات، ولعيب بيخلق نفسه فرص كتير جدا جدا، وهو اللي كان بيلعب في الدوري الموزمبيقي وهو جنسيته موزمبيقي، لعيب هيفيد النادي الاهلي. الصفقتين دول هيفيدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا، والنادي الاهلي هيستفاد بيهم بشكل كبير جدا جدا يا برنس، يعني تقدر تقول النادي الاهلي هيسيطر على افريقيا. انا بقول لك ان النادي الاهلي هيسيطر على افريقيا بشكل كبير جدا، ان الصفقتين دول تاو ومكسويني صفقتين تقال جدا، وصفقتين النادي الاهلي محتاجهم. يعني مكسويني زي ما اتكلمت معاك قلت لك ان مكسويني بيلعب صانع العاب، وان مكسويني بيلعب ناحيه اليمين، فانت بتتكلم ان مكسويني هيقدر يفيد النادي الاهلي في ناحيه الصانع الالعاب بالذات، ان هو هيقدر يلعب مكان قفشه لو قفشه مثلا لا قدر الله تعبان مش قادر، فمكسويني بيقدر يلعب الحته دي. وعندك تاو برده بيلعب صانع، بيلعب ناحيه اليمين وناحيه الشمال، خلاص النادي الاهلي هيبقى عنده في الحته الهجوميه ديت حلول كتيره جدا جدا. وموسيماني اول 2 لعيبه يختاروا، سيبك انت من بويلا ده، ولكن موسيماني اول 2 لعيبه هو اللي اختارهم بنفسه، هو تاو وهو مكسويني، هو قالك انا عاوز ال2 اللعيبه دول، وخلاص اداره التعاقدات امير توفيق انهى يا برنس الصفقتين تماما، ولكن ارقامهم وعيوبهم وكل الكلام ده يعني انا مش فاهم فيهم حاجه، ولكن لازم موسيماني يشتغل عليهم اكتر من كده، وموسيماني حاسس ان هو هيطلع منهم خطوره اكتر من كده، ان اللعيبه دي كويسه جدا جدا. انا لما قعدت اتفرجت على الفيديوهات ليهم كتير، لعيب كويسه جدا، لعيبه عندها حلول كتيره في الملعب هتفيد النادي الاهلي بشكل كبير جدا، لعيبه بتخلق لنفسها مساحات، لعيبه بتقعد ان هي تبتكر بشكل كبير جدا في حكايه المساحات، وبتبدا تخلق لنفسها مساحات، ولعيبه شويطه ولعيبه حريفه. انت بتتكلم على 2 هيفيدوا النادي الاهلي بشكل كبير جدا يا برنس، سواء تاو اللي هو حريف جدا، وتاو مكسويني هيجوا هيقلبوا الدوري المصري. ولكن مين بقى اللي هيمشي ومين مش هيمشي لسه كده، كل الكلام ده اللي احنا هنتكلم عليه في الحلقات القادمه الكتيره جدا جدا، يعني احنا بنتكلم على حلقات كتيره جدا جدا، فانت بتتكلم معايا وخليك واثق في الكلام اللي بقوله لك، عشان الكلام اللي بقوله لك ده موثوق منه، والاحصائيات ديت يا برنس يعني جامده جدا جدا. مميزات وعيوب صفقتين النادي الاهلي الجداد يا برنس، صفقتين تقال جدا، هو مكسويني والتاو يا برنس، وهيستفاد بيهم النادي الاهلي بشكل كبير جدا. وصلنا لغايه نهايه الحلقه، ما تنساش اللايك بتاعك باش، ما تنساش اللايك بتاعك، ما تعملش انت اللايك بتاعك، فضل اعمل معانا لايك، ولو انت اول مره تشوفنا تنزل تشترك معانا في القناه وتفعل زر الجرس وتصلي على سيدنا محمد يا برنس، وسلام.